يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، في قصتنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعث خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، فقال: ما عندك؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقه. فانطلق هذا الرجل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ أي خرجت عن دينك؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. السؤال: من هو هذا الصحابي الجليل؟ والحمد لله رب العالمين. يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمتم للواحد الديان والمصطفى الهادي.